إذا مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة عين السبع، اللي رجال الأمن بهذه المنطقة الأمنية شدوا واحد الشخص والحوزة ديالو 11 ديال المينوطات، 11 ديال المينوطات حديدية بحال اللي عند رجال الأمن، شدوه على مستوى إحدى محطات الوقود بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، وتم النقل ديالو على عجل هنا لهاد الدائرة ديال الأمن هنا بمنطقة عين السبع الحي المحمدي. وكيف شفتو حضور رجال الشرطة التقنية والعلمية أكيد من أجل أخذ صور ديال هاد الأصفاد ومعرفة المصدر ديالهم، منين جاو هاد الاصفاد، كيفاش تتوصل لهم هاد السيد، واش كيتاجر فيهم، واش كينتحل بهم صفه رجل الامن، واش سرقهم، منين جاو هاد المينوطات. اكيد الشرطه القضائيه بمنطقه عين السبع الحي المحمدي اب ولايه الامن غادي يفتحوا تحقيق معمق من اجل الوصول الى كل الحيثيات والظروف والملابسات ديال هاد 11 المينوط اللي تم العثور عليهم بحوزة واحد الشخص داخل كان علامة دراجة نارية، وتوقف انه ربما توقف انه في واحد المحطة ديال الوقود انه يتزود بالوقود. واش ما عرفناش التفاصيل كيفاش، واش كانوا رجال الامن دايرين له حراسة سرية وشدوه تما، واش صاحب المحطة ديال الوقود شافو عيط للبوليس. المهم التفاصيل مازال في اطار التكتم لان التحقيق يلاه بدا. السيد في هذا الاثناء المتهم راه بين يدي رجال الامن كيحقوا معاه، كتشوفوا السياره ديال رجال الشرطه القضائيه هي واقفه هنا امام الدائره، اكيد غادي يتم النقل ديالو الى مصلحه الشرطه القضائيه من اجل تعميق البحث في حقه، اللي اكيد غادي يكون تحت اشراف النيابه العامه المختصه. 11 مينوط ماشي سهل، كنقولوا المينوط كنقولوا سلاح ديال رجال الامن، سلاح وظيفي، نقدروا نقولوا المينوط نقدروا نقولوا مسدس او سلاح ناري، يعني اللي يقدر يلقى يتحوز ب 11 مينوط يقدر يلقى حتى مسدس او شيء من هذا القبيل. الحمد لله حنا في بلاد الامن والامان، العمليه ديال الايقاف مرت بسلاسه، ما كاين لا مقاومه لا والو. الشخص خداوه نقلوه هنا للمصلحه ديال الشرطه، بداو معاه التحقيق، اكيد غادي يديروا له محضر ديال الايقاف وغادي يحيلوه على مصلحه الشرطه القضائيه اللي غادي تعمق مع البحث، وتقدر دير حتى حجز حتى تفتيش ديال المنزل ديالو، ويعرفوا هذوك المينوطات منين جاو، شكون اللي باعهم له، شكون اللي جابهم له. اكيد هو ما يصيبهمش المينوطات، ما كيتصيبوش في المغرب، منين جابهم، شكون دخلهم له، شكون من اي دوله كان المصدر ديالهم حتى وصلوا عنده وحتى كيتحوز بهم، وشنو كيدير بهم، واش كيبيعهم، واش كيتاجر فيهم، واش كان غادي ينقلهم لشي جهه معينه. اذا اكيد اسئله عديده غادي يطرحوها المحققين على الشخص اللي تم الايقاف ديالو قبل قليل، وبالحوزه ديالو 11 مينوط حديدي، 11 من النوع بحال المينوط اللي عند رجال الامن او رجال الدار. اذا كيف شفتوا عناصر ديال الشرطه التقنيه والعلميه اكيد جاو قاموا بمتعيين، غيكونوا خداو الصور لادمينوط، شوفوهم واش مطابقة للأصفاد اللي كي عند رجال الأمن، واش بهم علامة اللي كدل بأنهم تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني أو للدرك الملكي أو لمصلحة معينة، إدارة السجون أو الجمارك أو ديال من هاد المينوطات، منين جايين. أكيد غادي تفتح تحقيق معمق من أجل الوصول، وعادة ما كيكونوش هاد المينوطات ما كيكونوش ديال 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 الدولة، كيكونوا جايين من اماكن، يعني من اماكن اللي كيكونوا كيعرفوا كيتباعوا كيف كنقولوا كونتربونت، وكي كيتاجر فيهم، ولكن اللي حصل اكيد كيتحال على العداله وكتقول الكلمه في حقه. مؤخرا كنتشد واحد الشخص، هذه واحد 8 شهور ولا عام تقريبا، كنتشد واحد الشخص في المجازر القديمه كيتحوز باصفاد حديديه وتحال على العداله وقالت الكلمه في حقه، حتى هذا اكيد غادي يتحال على العداله من بعد التحقيق، مع من التحقيق الابتدائي والتحقيق التفصيلي غادي يتحال على العداله اللي غادي تقول الكلمه في حقه وفي حق من
الا كان عنده شي شركاء في هذه العمليه، الا كان مثلا شي واحد كيجيبهم له من برا او من الشمال او من مدينه اخرى، اكيد غادي يتفتح معاه تحقيق معمق، غادي يوصلوا معاه لكل تفاصيل وحيثيات هذا العمل اللي كيجربوا القانون المغربي. اذا في انتظار النقل ديال هذا الشخص الى اذا كيف ما قلنا مشاهدينا الكرام، الناس اللي عاد التحقوا بنا قبل قليل تمكنوا رجال الامن بمنطقه عين السبع الحي المحمدي من ايقاف واحد الشخص بحوزه ديالو 11 المينوط، بحال اللي عند البوليس وعند ديجا الدراك وعند القوات المساعده. هاد 11 المينوط منين جابها، كيفاش وصلاتو، اكيد المصالح الامنيه غادي يفتحوا معاه تحقيق معمق من بعد ما نقلوه هنا مصلحة ديال الامن، واكيد غادي يتحال على مصلحة الشرطة القضائية، غادي ينقلو يفتحوا معاه تحقيق معمق، وغادي يوصلوا لكل تفاصيل وحيثيات هذا العمل الاجرامي، كيفاش انه وصل انه يكون عنده 11 المينوط بالحوزة ديالو، منين جاتو، شكون باعها له، شكون عطاها له، لمن كان فين كان غادي بها، لمن غادي يسلمها. واكيد مع عملية التنقيط غادي تعرف واش كان عنده سابقة او سوابق في هذا الميدان ديال انه كيتاجر في هذه الاصفاد المعدنية المزورة. اكيد هذه التفاصيل كلها غادي يعرفوها المحققين من بعد التحقيق اللي غادي يقوموا به رجال الشرطة القضائية. شوف لمن غادي يتحال، واش يتحال على الشرطه القضائيه ديال منطقه عين السبع الحي المحمدي، ولا غادي يمشي عند الفرقه الولائيه للشرطه القضائيه، لان الموضوع كبير ومهم. شكون اللي غادي يحقق في هذه القضيه؟ واكيد حتى المديريه العامه ديال الامن الوطني غادي تستغرب على توضيحي، باش الراي العام المغربي يعرف المصدر ديال دوك الاصفاد وفين وشنو واقع وشنو غادي شنو كان غادي يوقع بهم. اذا كنتظروا في هذه الاثناء اللحظه ديال خروج المتهم اللي كان الحوزه ديالو 11 المينوط، نقلوا من الدائره الى مصلحه الشرطه القضائيه. بقاو معنا مباشره على قناه شعب، قناه شوف تيفي، باش نشوفوا اللحظه ديال النقل ديالو الى مصلحه الشرطه القضائيه.
الى هنا ناتي الى نهايه هذا المباشر مشاهدينا الكرام، في انتظار مباشر اخر اللي غادي ناخذوا فيه لحظه النقل ديال الشخص اللي تم الايقاف ديالو وبالحوزه ديالو 11 مينوت. في منطقة عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء. بالنسبة للناس اللي ما فهموش والناس اللي عاد التحقوا بنا في هذا المباشر، المصالح الأمنية خصوصا فرقة الدراجين بمنطقة عين السبع الحي المحمدي تمكنوا من إيقاف واحد الشخص وبالحوزة ديالو 11 مينوت، عنده 11 مينوت. نقلوه هنا المصلحة ديال الشرطة، الدائرة ديال الشرطة، وجاو رجال الشرطة التقنية والعلمية أكيد غادي يقوموا بالمتعين ديالهم، وكذلك حضروا رجال الشرطة القضائية. انتم كتشوفوا السيارة ديالهم اللي غادي ينقلوا هذا الشخص الى مصلحة الشرطة القضائية من اجل فتح بحث معمق في حقه ومعرفة منين جاو هذاك 11 مينوت اللي كانوا عنده، واش كيتاجر فيهم، واش كينتحل بهم صفة رجل امن، شكون اللي عطاهم له، اكيد فين كان غادي بهم، اكيد العناصر الامنية خصوصا عناصر الشرطة القضائية غادي يوصلوا معاه لكل تفاصيل وحيثيات هذا العمل الإجرامي، لأن حيازة أصفاد هو عمل مجرم قانونيا من غير إلا كنتي من رجال القوة العمومية، أمن، دارك، قوة مساعدة، قوة مسلحة ملكية، أو جمارك أو ما إلى ذلك، إدارة السجون، وعنده قانون لكي ينظم الحيازه ديالو، ماشي اي واحد غادي يكون عنده مينوط، وهذا عنده 11 مينوط اللي تشدو بالحوزه ديالو، اكيد غادي يحقوا معاه ويعرفوا منين جاوه وفين كان غادي بهم وشنو كيدير بهم، واش كيبيعهم، واش كينتحل بهم صفه رجل الامن او شيء الى ما شابه ذلك. اذا شكرا مشاهدينا الكرام، ما نطولوش عليكم في هذا المباشر، ونتسناو اللحظه اللي غادي يكونوا خارجين بالمتهم، وغادي ننقلوا لكم اللحظه ديال النقل ديالو مباشره على قناه الشعب، قناه شوف تيفي. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.